صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الفرق بين الأمر الكوني والأمر الشرعي؟ الأمر الشرعي هو الوحي المنزل على الرسل، فيه الأوامر والنواهي، وأما الأمر الكوني فالذي يدبر الله به الكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يدبر به الكون، هذا ليس شرعيا وإنما هو كوني، وهذا لابد من وقوعه، الأمر الكوني لابد من وقوعه، أما الأمر الشرعي فقد يقع وقد لا يقع. نعم.